العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني. Prevention is one of the highest health therapies humans can witness through natural therapies. It is done by eliminating what causes the organs to weaken. And that is by managing the food intake, the drinking of water, the supplements to build up the cells, and the stress management to clear up the mind towards a healthy body and mind. The aim of the iridologist is to build up the whole body against diseases and symptoms. Using nutritional therapy and stress therapy using the iris will diagnose the weakness and strengths of the organs. I am Philip Hadathy, doctor in alternative medicine. I combine my three specializations, iridology, nutritional, and stress therapy in one comprehensive treatment journey. My happy patients are my success stories. Nothing is impossible. I am here to help. You're not alone. Don't hesitate to reach out to me anytime. I look forward to hearing from you. Stay safe. اليوم من راديو تموز الإلكتروني عبر برنامج العقل السليم بالجسم السليم رح نتناول جهاز اللمفاوي. جهاز اللمفاوي في عدة أعضاء بتبين لما منشخص بالتشخيص القزحي. هالأعضاء رح نتناول منها عضو أو اثنين نحكي عنهم، شو اللي بيأثر فيهم، كيف بيتأثروا، شو اللي معقول يسببهم، كيف نتخلص منهم إذا قادرين، وكيف منغذي الجسم لما يتأثر جهاز اللمفاوي. اللي بين معنا هني الزايدة بين جهاز اللمفاوي وين عم بيأثر سلبا، بين معنا منطقة الحنجرة والبلعوم واللوز. فبقى رح نتناول منطقة من هالمناطق نحكي عنها شوي، نحكي عن المسبب، كيف قد ما فينا نحاول نتحاشى الاشياء اللي بتسبب سلبا فيها وكيف نغذيها. كان معكم دكتور فيليب حدسي، دكتور في الطب البديل، دكتوراه في العلوم في الطب البديل، اخصائي في التشخيص القزحي، اخصائي في العلاج الغذائي، اخصائي في معالجة وادارة الارهاق. العقل السليم في الجسم السليم مع دكتور فيليب حدسي على راديو تموز. العقل السليم في الجسم السليم كل سبت بإعاد الأحد 10 صباحا بتوقيت بيروت معي أنا دكتور فيليب حدسي على راديو تموز الإلكتروني.